أنا أعجبني جدا توصيف الزميل عبد الإله البوري أن المقاتل في الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل يحمل في يده الكلاشنكوف أو يقف على الرشاش، وهذه إضافة، أو المدفع، وفي قلبه في صدره إرادة فولاذية. هذا الكلام صحيح 100%، وهذا هو كلمة السر لانتصارات الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل. إرادة فولاذية يحملها المقاتل في صدره، ويهزم المعتدين، يهزم الحوثيين رغم ضخامة إمكانياتهم المادية وغزارة أنساقهم البشرية التي يدفعون بها لقطعانهم إلى أرض المعركة ليموتوا بلا هدف، بلا معنى، بلا إنسانية حتى، لا من قبلهم ولا من قبل من دفعهم. هذا تعبير جميل. المسألة لا تحتمل لبسا ولا غموض فيما يتعلق بمعسكر الحق ومعسكر الباطل. نحن في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الرجال والنساء والأطفال والشباب في مأرب يدافعون عن قضية وطنية، عن الدولة، عن الإنسانية، عن الحرية، عن العدالة، عن المساواة، عن المواطنة المتساوية. وهؤلاء يدفعون بقطعانهم من أجل أن يستعبدوا الشعب اليمني، من أجل أن يذلوا الشعب اليمني، من أجل أن يتسيدوا عليه، من أجل أن يسيطروا على ثرواته. هذه القضية. نحن أهدافنا وطنية خالصة، وهم أهدافهم إيرانية خالصة، لا علاقة لعبد الحوثي ومن يتبعه في ما يتعلق بالوطنية والإنسانية. وإلا لماذا كنا على وشك الخروج من عنق الزجاجة بالحوار الوطني ومخرجاته والاتفاقات والدستور والدولة؟ جاءوا ليقتحموا الدولة ويقتحموا العاصمة ويقتلوا مؤتمر الحوار الوطني ويخرجوا على الشرعية ويفرضوا حكم عسكري ميليشياوي همجي. يا ريت كان حكم عسكري تديره مؤسسة عسكرية لها رأس وقواعد. أبدا، هؤلاء حكروا، يعني تسلطوا على الشعب اليمني من خلال مجموعة من الرعاع نشروهم في شوارع سمعة، حلوا محل مؤسسة الدولة، محل المرور، محل الأمن، محل الاستخبارات، محل الموظفين. لم نرى بعدها، لم يرى المواطن بعدها دولة ما في الكلمة معنا. لذلك هم ينهزمون بما لديهم من إمكانيات ضخمة ومن حشود بشرية كثيفة، ونحن ننتصر بما لدينا من إمكانيات مادية وبشرية محدودة. لكن نحن هم الكم ونحن الكيف. الجيش الوطني اليمني في مأرب وفي تعز وفي الحجة وفي الحديدة وفي صعدة وفي البيضة وفي مأرب عمان، ننتصر لما نملك من أهداف وإرادة وعزيمة فولاذية. وأنا متأكد أننا سننتصر، وأن هذه معركتهم الأخيرة، وأن ما يحتاجه المقاتل في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ما يحتاجه لينتصر ويحسم المعركة، ليس أكثر من العتاد، السلاح، الدعم اللوجستي. أنا أقول دائما، أردد، أن اليمن متخمة بالمقاتلين، لا نحتاج إلى من يقاتل إلى جانبنا، لكن نحتاج من الشقيق، من الرفيق، من الجار، أن يدعم مقاتلينا بالتأمين المادي، بالدعم اللوجستي. طبعا نحن في هذه الفترة نحمد للمملكة العربية السعودية وقوفها الأكثر جدية منذ قبل في معركتنا التي نخوضها، وهم ينتصروننا بمستوى أفضل منذ قبل. وأنا أقول عبركم في هذا اللقاء أننا حينما ننتقد التحالف أو بعض مواقفه ننتقده ونحن على نفس المركب الذي يقف عليها الملك سلمان، الذي يقف عليه القائد عبد الرب منصور هادي، نفس المركب، مش من خارجه. ننتقده من موقف الشريك الشقيق وليس المعادي. إذا يعني لا ينبغي أن يكون التصنيف غير هذا المعنى. أنا على ثقة أن المملكة العربية السعودية قد وصلتها الرسالة الحوثية والإيرانية من أن هؤلاء ليسوا دعاة سلام، وليسوا أدوات سلام، وليسوا أدوات أخوة، ولا يمكن إلا أن يكونوا أعداء، ليس فقط لأبناء جلدتهم في اليمن، ولو أنني أشك في هذه المسألة، ولكن للمحيط والجوار الجغرافي الإقليمي والعربي.